تقريبا شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه اتباع سنة الآباء، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة هذا المعنى، أن الآباء لهم سلطان كبير جدا على الأبناء، وليس من السهل أن تخالف دين أبيك. لذلك نحن نحمد الله تبارك وتعالى أن خلقنا مسلمين، لأن الإسلام اصطفاء، فكونك تكون مسلما أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على المرء أن يولد مسلما، لأنه لو ولد لأب نصراني أو يهودي لا يدري أيتبعه أم لا. والظاهر في الأرض الآن أنه يندر جدا أن يخالف المرء دين أبيه، يندر جدا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وحتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى قريش قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. إيه ده؟ يصعب جدا أن يخالف المرء دين أبيه. ولسلطان الأب على الابن ولقيمة الأب في حياة الابن، لما أراد الله عز وجل أن يأمر عباده بكثرة ذكره لم يذكر إلا الآباء، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، مما يدل على أن الإنسان ابن أبيه، يعني كما يقال الوالد.